السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمة وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد. نطل من خلاله اليوم على المشهد الليبي، حيث علق مجلس الدولة الليبي مشاركته في مباحثات جنيف حول الأزمة الليبية احتجاجا على استمرار قصف قوات حفتر للعاصمة الليبية طرابلس. من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز سراج إنه يجب محاسبة من يعتدون على طرابلس ومن يدعمهم بالمال والسلاح، ولفت إلى أن ليبيا تمر بظروف استثنائية بسبب التدخلات الخارجية، محملا حفتر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في ليبيا واصفا إياه بمجرم الحرب. وشدد السراج على أن حكومة الوفاق تواصل الدفاع عن حقوق الشعب الليبي بحياة حرة كريمة، وتبذل جهودها للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا. إلى ذلك كشف وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغة عن وصول 6200 طن من الأسلحة لميليشيا حفتر بشكل غير قانوني منذ وقف إطلاق النار في يناير الماضي، في مخالفة فاضحة لقرار مجلس الأمن الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. في سياق آخر، دعت حكومة الوفاق الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، وقال بشاغة إن الحكومة اقترحت استضافة قاعدة أمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأكد بشاغة أن الوجود الأمريكي سيخلق توازنا لمواجهة النفوذ الروسي الداعم لحفتر. نتابع التقرير ثم نعود. يبدو مشاهدينا أن التقرير غير جاهز. على كل حال أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، السيد عاشور الشامس الكاتب والباحث الليبي. أرحب بك سيد عاشور. كما أرحب دكتور عبد العزيز مغنية الكاتب والأكاديمي الليبي. أرحب بك دكتور عبد العزيز. لو بدأت معك سيد عاشور الشامس، في ظل موقف مجلس الدولة الذي علق مشاركته في مباحثات جنيف، ما هو مستقبل هذه المباحثات برأيك؟ أعتقد أنها ستتعثر يعني شيئا ما في الطريق إلى التقدم يعني، ولكن بالنسبة للجانب الليبي جانب الحكومة لم يعد له يعني طريقة للتعبير عن زعلهم وعن موقفهم الرافض للوضع الحالي. يعني نجد لقاءات وكلام وكذا إلى آخره، ونجد في الوقت نفسه يعني إمداد بالسلاح وبالعتاد، وهذا يعني عكس عملية وقف إطلاق النار وعكس عملية تحويل الموضوع إلى الحوار وإلى الحل السياسي. الحل السياسي بالضبط. فيعني تعبير عن الموقف، هذا تعبير عن الموقف من قبل المؤسسات الليبية، لكن إلى أي حد هذا يؤثر في الواقع صعب الواحد يعطيه يعني. التقرير جاهز، دعونا نتابع التقرير مشاهدينا ثم نعود لاستكمال النقاش. ليبيا المنقسمة المقسمة، وكأن قدر البلاد أن يربط مصيرها بالخارج، وقد استحالت لساحة نفوذ يتصارع حولها الكبار، وبلغ الاستقطاب مداه باستدعاء حكومة الوفاق الليبية للورقة الأمريكية لمواجهة ما تسميه التهديد الروسي الداعم القوي لخليفة حفتر. ولا يرى وزير الداخلية الليبية مانعا في إقامة الولايات المتحدة لقاعدة عسكرية في بلاده تكون منصة لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب على حد قوله، وتكون أيضا حائط صد أمام مطامع موسكو الحالمة بالغوص أكثر في المياه الدافئة، وترى في اللواء المتقاعد بوابة لتحقيق هدفها الاستراتيجي. تعلم حكومة الوفاق أن استجلاب الأمريكيين له أثمان ربما تكون باهظة باستفزاز الروس الذين ربما قد يمعنون أكثر في دعم حفتر. أما واشنطن فلا يظهر أنها في عجلة من أمرها للدخول على خط الأزمة الليبية، معتمدة في ذلك على الاستنفار الأوروبي من اقتراب روسيا من مياه القارة العجوز. يقول البعض إن لجوء الوفاق للبيت الأبيض مرده الموقف الدولي الغائم وغير القادر على فرض وقف إطلاق النار، وما ظهر من رفض الدول المجاورة وحتى بعيدة للتواجد التركي في ليبيا، فما كان من الحكومة إلا أن اختارت واشنطن،
فهي الوحيدة التي لا يرفض لها طلب ولا يناقش لها قرار كلما تعلق الأمر بحسابات الجيوش والقوة. وتلعب الوفاق بورقة صراع النفوذ لما تراه من عطاء جزيل ينزل على حفتر من داعميه الإقليميين والدوليين، بينما يضيق عليها وهي صاحبة الشرعية، وكلما أبرمت اتفاقا عسكريا إلا وأوخذت عليه من الحليف قبل الخصم. وضع دفع بالحكومة الليبية للانسحاب من مفاوضات جنيف على وقع الخروقات المتكررة لحفتر التي تمر دون حساب، وتخشى الوفاق أن يطول مسار المفاوضات ويكون الوقت في صالح اللواء المتقاعد الذي لا تتوقف عنه إمدادات السلاح. وكأن قدر ليبيا أن تدفع ثمن موقعها الاستراتيجي وغناها بالثروات، فتتداعى عليها المطامع من كل جانب. دكتور عبد العزيز مغنية، لو سألتك من حيث انتهى التقرير، حكومة الوفاق أعلنت تعليقها للمشاركة في مفاوضات جنيف ثم تراجعت عن هذا الموقف، هل تعرضت لضغوط دولية للتراجع عن هذا الموقف برأيك؟ بالتأكيد، هي طبعا لابد أن نعرف أن مفاوضات جنيف لن تسير في صالح حكومة الوفاق طرابلس ولا مجلس الدولة، لأن مخرجات اتفاق جنيف المبدئية التي تلوح في الأفق تقول أن هناك رئيس مجلس رئاسي جديد ورئيس بنائبين، تظل قصة من سيكون الرئيس من سيكون النائبين، واحتمال كبير إذا اصطفوا في صف الجيش الليبي والمشير خليفة حفتر إذن ستخسر حكومة الوفاق ومجلس الدولة كل شيء. ماذا تستطيع أن تقدم حكومة الوفاق من تنازلات على هذه الطاولة؟ هذه طاولة اجتماع سياسي، إذن لابد أن تقدم تنازلات أولا لتنال مكتسبات. رأينا هذه المكتسبات وهذه الحرب ما قبل اشتراطات جنيف، هو ما صرح به مثلا المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس وزير الداخلية لحكومة الوفاق السيد بشاغة، واتهامه للمجموعات التي تسمي نفسها توار طرابلس وكتائب النواصي والتي تصد الجيش الليبي داخل العاصمة طرابلس بأنهم ميليشيات، وأصبح يختار من يصطف معه. يعني أنا ألاحظ أنك تسمي القوات الموجودة في طرابلس التي تسمي نفسها ثوار، بينما تسمي ميليشيا بكل التوصيفات الدولية هي ميليشيا تابعة لحفتر تسميها الجيش الليبي. من الذي يطلق هذه التسميات؟ هو بالدرجة الأولى هو الشارع الليبي بالدرجة الأولى، المواطن المتابع للمواطن العربي المتابع للشان الليبي يعرف أن ليبيا غاصت في الحرب الأهلية والتشكيلات المسلحة المختلفة من 2011 لعند هذه الساعة، ولم تستطيع أن تقدم التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة، لم تستطيع أن تقدم مشروعا وطنيا لتنال الثقة، ظلت تتحارب فيما بينها حراب على الأموال وعلى المكتسبات. هذه الأمور تكلمت عليها تقارير الأمم المتحدة في جزئية، لكن كمواطن ليبي مراقب للشأن الليبي يعرف هذه الأمور الشخصية. نعم، أنا أتفق مع تقريركم إن العالم يتكالب على الموقع الجغرافي الليبي، على ثروات ليبيا. نعم، هناك حرب كبيرة، ولكن لا أعتقد أن الدعوة التي وجهها مثلا باشاغة للأمريكان بالدخول لمقارنة لصد التدخل الروسي. لماذا؟ لأن الحرب الباردة انتهت، أمريكا ما زالت قوة عظمى وحيدة في المنطقة، التدخل الروسي في المشهد الليبي لا يعدو كونه تدخل مشاغب وليس تدخل للبقاء في المشهد الليبي باستمرار، ولكن لمحاولة المناورة على الاتحاد الأوروبي وله علاقة بحرب أنابيب الغاز. لكن الموضوع الأساسي في ليبيا كيف نستطيع أن نبقى في الملف السياسي الذي يتقاسم السلطة ونجد له حلول، وما بين الملف العسكري الآخر الذي يضر حياة المواطن. طيب سيد عاشور شامس، في مؤتمر برلين تم الاتفاق على مزاوجة المسار العسكري والمسار السياسي. اليوم يعني هناك محاولات على ما يبدو، والبعض يرى بأنه الخرق المتكرر للهدنة من قبل حفتر
الهدف منها فصل المسارين، وهذا كان موقف المجلس الدولة بأنه هناك محاولات لفصل المسارين وبالتالي هذا غير مقبول. هل ترى بأنه هذا الفصل والذي تحدث عنه الدكتور مغنية هو مفيد لحل الأزمة الليبية؟ أعتقد أنه مفيد، والآن خلونا يعني صراحة المشكلة في الموضوع كله هي خليفة حفتر وسياسته وطريقته في التعامل مع طرابلس والتعامل مع الناس اللي في طرابلس. من يدافع عن طرابلس؟ يدافع عن هؤلاء الناس اللي يسمون أنفسهم ثوار وكذا، ولكن بعض الناس يسميهم ميليشيات. هذا كلام غير صحيح. يعني وزير الداخلية أمس أعطى تعريف واضح جدا لمن هم الميليشيات ومن هم القوات المساندة اللي ممكن يعتمد عليها جماعة الحكومة. فيعني الوضع في ليبيا وضع مهلهل بدون شك، ولكن فيه يعني أشياء واضحة جدا. يعني هؤلاء الشباب هم الذين يقاتلون ويدافعون عن مدينة طرابلس لما يقرب الآن من سنة أو 11 شهر. فلا نستطيع أن احنا يعني نتجاوزهم هكذا بسهولة. إذن المشكلة الأساسية كما ذكرت هي خليفة حفتر. وماذا يريد خليفة حفتر؟ يقول أنه يريد أن يحتل طرابلس. هذا الأمر غير متيسر، غير ممكن. يأتي بكل يعني الدعم وبكل الأسلحة وبكل التمويلات لتحقيق هذا الهدف، ولا يزال يتعثر ولا يزال يعني أبعد ما يكون عن هدفه الرئيسي اللي هو احتلال طرابلس والتمسك بها، يعني بحيث أنه هو يستطيع يحكم ليبيا كلها من خلال طرابلس. يعني هذا الشيء لا يمكن أن يتحقق، ولا بد من تحديد المسار اللي يمشي فيه خليفة حفتر، وهذا ربما ما أراد الآن يعمله السيد السراج والسيد المشري بأن يوضحوا لهذا الإنسان أنك أنت يعني ماشي في خط يعني غير سليم، ولا بد أن تنتهي عملية الزحف والاعتداء على طرابلس حتى نستطيع نجلس ونتكلم. طيب دكتور مغنية، استدليت على كلامك بتقارير للأمم المتحدة وتقارير دولية، ولكن يعني المشهد اليوم يشير بشكل مباشر وبوضوح لا لبس فيه بأنه الاتفاقات الأممية التي جرت لوقف إطلاق النار من يخترقها هو حفتر. إذن هذا أول مؤشر على أنه حفتر لا يلتزم أساساً بقرارات الأمم المتحدة. هو هذه مشكلة أخرى. طبعاً سيدي الفاضل، عندما نتكلم على من يخترق إطلاق النار، نحن لسنا شهود، وحتى معظم التقارير التي أتت لم تكن موجودة في خطوط النار بشكل مباشر. ليش؟ لأن خطوط النار ما هيش موجودة في صحراء مفتوحة، هي داخل المدينة، داخل العاصمة طرابلس. يعني عندما تتكلم على أحياء مثل حي القاسي، مثل صلاح الدين، تتكلم على الفرناج، تتكلم على أحياء داخل العاصمة، تتكلم على كريمية، تتكلم على منطقة السعدية في العزيزية، يعني الخطوط متشابكة. لديك تصريحات للرئيس التركي طيب أردوغان يقول لدينا عناصر ماتت في ليبيا، لدينا عناصر أتت من سوريا لمساندة الحكومة الشرعية. هذا يعتبر تدخل في الشأن الليبي، يعتبر هؤلاء في نظر الليبيين مرتزقة، حتى وإن اعترف حتى وإن كانوا نتيجة لتوقيع اتفاق مع حكومة الوفاق ما بين تركيا وما بين بالمقابل الوفاق. هناك بالأنباء اليوم مقتل 4 عسكريين مصريين وأسر ضابط مصري برتبة نقيب يحاربون إلى جانب حفتر. نحن بانتظار أن تخرج لنا الصور، بانتظار أن يعترف. هذا إعلان رسمي من قبل الحكومة. سيخرج وسنراه بإذن الله تعالى، أنا لم أطلع عليه قبل أن ندخل برنامجك هنا. المشكلة الليبية عندما أساسها عدم الثقة ما بين الأطراف السياسية الليبية. أنا فقط في هذه النقطة التي سألتك عنها، لأنه أنت ربما يعني تحاول أن تخلط الأوراق كما يقولون، لأنه هناك قصف واضح وصريح
لميناء طرابلس منذ أيام وبناء ونددت بها كل دول العالم والأمم المتحدة. هذا ليس خرقا لوقف إطلاق النار؟ الخرق واضح، الطرف الذي يخرق وقف إطلاق النار ورأينا واضح. السفن ورأينا في دوات السفن التركية التي أتت بالأسلحة والعتاد عندما صورها المواطنين الليبيين وهي تخرج من ميناء طرابلس، وتم قصف الميناء ومات فيه مجموعة أتراك، لأن هؤلاء الأتراك لا يتواجدون بالأطراف الأمامية لمواجهة الجيش الليبي، بل هم موجودين على هذه السفن. خرج علينا بعدها سيد رئيس حكومة الوفاق سيد السراج وخرج للميناء وقال أن هذه أرزاق مواطنين، في حين أنه يذهب في طائرة لزيارة تركيا حاملا معه جثامين الأتراك الذين قضوا في هذه القصف الجوية. لم نرى صورا أيضا لهذا، ولم نرى صورا لهذا الأمر، ولكن هذه الأخبار. طيب دعونا نشرك معنا سيد صلاح الدين بكوش، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، ينضم إلي عبر الهاتف من طرابلس. أرحب بك سيد بكوش. يعني المجلس، مجلس الدولة الأعلى، أعلن مقاطعته لمشاورات أو لمباحثات جنيف، في حين أنه الحكومة الليبية تشارك. كيف نفهم هذا التفاوت في المواقف؟ أعتقد أن الحكومة الليبية عادت بعد أن علقت يوم الثلاثاء الماضي مشاركتها في محادثات المسار الأمني أو 5+5 كما هي معروفة، عادت من جديد يوم الخميس الماضي وأعلنت مشاركتها فيه، والآن نرى بأن لم ينتج شيء عن هذه المشاركة. مجلس الدولة أعتقد أنه تحت ضغوط كبيرة لكي لا يشارك، بالرغم من أن ربما رئاسته تحبذ المشاركة، ولكن أعضاء كثيرون وتحصلوا على الأغلبية قرروا عدم تعليق المشاركة إلى أن تتحقق بعض الأشياء على الأرض، يعني بخصوص وقف إطلاق النار وما إلى ذلك. هذا الموقف ربما سيتخذه أيضا جزء مجلس النواب الموجود في طرابلس إلى أن نرى أي تقدم على الأرض. أعتقد أن الجميع الآن ربما يتبنون نظرية أعطي الحرب فرصة، لأن خليفة حفتر يعتقد بأنه ليس مضطرا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولا زال يعتقد بالرغم من مرور 11 شهر على العملية التي كان المفترض أن تتم في 48 أو 72 ساعة، لا زال يعتقد بأن خيار اجتياح طرابلس عسكريا لا زال قائما وربما يستطيع أن يقوم به. طيب، ولكن يعني الجميع، قلت بأنه الجميع يريد إعطاء الحرب فرصة، وبالتالي الوقت لصالح من؟ هناك الحكومة الليبية اليوم تتحدث عن أنه حفتر تلقى 6200 طن أسلحة منذ وقف إطلاق النار، وبالتالي ويوم أمس كانت هناك أنباء عن تحركات مريبة لحفتر في الغرب الليبي، وبالتالي الوقت لصالح من الآن؟ شوف، أنا أعتقد أن استراتيجيا لا يمكن لأحد عقلاني أو لدولة سياستها مبنية على العقلانية أن تراهن على عسكري انقلب على حكم المملكة في 69، وانقلب على القذافي في 92، وانقلب على زملائه في 17 فبراير، والآن يريد أن يحكم وهو في أواخر السبعينات من عمره. لا أعتقد أن ذلك رهان جيد، والآن ربما ستستمر هذه الحرب إلى أن يقتنع الداعمين له بأن هذا الخيار غير استراتيجي وغير واقعي. طيب، ولكن الجميع سيد بكوش، الجميع من الواضح أنه الكثير، ليس الجميع ولكن الكثير من الدول تراهن على هذا الشخص، إلى أي مدى أو ما هو الرهان الذي يراهنون عليه في هذه المعركة؟ الرهان هو أنه ربما بتعزيز الدعم
لحفتر يستطيع أن ينهي المهمة، وأعتقد أن هذا ما ذكرته نيويورك تايمز منذ بعيدة الاجتماع الفاشل في موسكو، حيث قالت بأن ثلاث مصادر دبلوماسية صرحت لها بأن حفتر تلقى تعليمات من الإمارات بالاستمرار في الحرب. الإمارات تعتقد بأن هذه الحرب لا تكلفها الكثير، وهي آلاف الكيلومترات عن مسرح العمليات، وروسيا أيضا كما علمنا وكما خرج من مصادر إعلامية موثوقة أن السعودية هي اللي مولت مرتزقة فاغنر الروسية، فهي الآن تجد نفسها على طاولة المفاوضات بدون أن تكلف نفسها شيئا. وعلى هذا الأساس أعتقد أننا سنستمر إلى أن تقتنع هذه الأطراف باستحالة الدخول إلى طرابلس، وأعتقد أن ذلك سائر الآن بعد 11 شهر، ربما نحتاج إلى أشهر أخرى قبل أن تقتنع هذه الأطراف باستحالة هذه العملية. نعم، طيب ابقى معي لو سمحت سيد بكوش، سأعود إليك سيد عاشور الشامس. يعني من الواضح أنه هناك ضخ للأسلحة بشكل كبير لحفتر في ليبيا، هل تعتقد بأنه حفتر يحاول تمرير الوقت، وداعميه طبعا يحاولون تمرير الوقت لحشد أكبر قوة ممكنة لمحاولة يعني اقتحام طرابلس؟ بدون شك، أنا أعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي لخليفة حفتر من أول يوم دخل في هذه المعمعة. فإذا هو ماشي في هذا الاتجاه وهو يحشد ما يمكن، والذي نشاهده اليوم ليس حرب بين الليبيين، ليس حرب بين الليبيين، وليس يعني حرب الوكالة كما توصف وكذا، لكن هي حرب ما بين من يريد أن يؤسس أو يثبت حكم عسكري في ليبيا ومن هو ضد الحكم العسكري. واللي ضد الحكم العسكري هو الحكومة، الحكومة الوفاق، هو مجلس الدولة، هو كثير من الليبيين، حتى في بنغازي وفي مناطق أخرى من ليبيا ناس يعني يكرهون هذا الشيء، حكم عسكري جديد في طرابلس. ولكن الدول هذه التي تدعم حفتر هي مستمرة، وحفتر عبارة عن المخلب، عن البيدق اللي يستخدم لهذا الشيء. لو خليفة حفتر يختفي بشكل أو بآخر سيكون المشروع هذا منهار، وأيضا هو المنهار مش حيستطيعوا يستمروا فيه، ولا يستطيعوا أن يحققوا الهدف اللي أعلنه خليفة حفتر مرارا وتكرارا، وهو اجتياح طرابلس واحتلال طرابلس واستلام كل السلطة في يد العسكريين. فإذا هو مستمر في هذا الاتجاه. ونجد مثلا الروس يعني عامل غير 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 مريح اطلاقا في 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 العمليه هذه. يعني الروس هم عباره عن ورقه جوكر يعني في اللعبه هذه، ممكن يمشوا في اي اتجاه. والان يعني وضع الروس خطير بالنسبه للاتراك، بالنسبه للليبيين، بالنسبه للاطراف هذه كلها. فاذا يجب ان يلام يعني يرفع الغطاء عن دور روسيا في هذه العمليه، وهي البلد التي تدفع بحفتر الى اقصى ما. طيب دكتور مغنيه، يعني لماذا لا نسمي الامور بمسمياتها ونبتعد عن محاولات تغليف الواقع بشيء اخر؟ إذا نظرنا إلى ما جرى ويجري في ليبيا، في اليمن، في سوريا، وفي السودان، ومن قبلها في مصر، نجد بأن كل ما جرى ويجري هو مساع. وبالمناسبة في هذه الدول كل ما جرى ويجري هو بدعم من بضع دول معينة هي ذاتها المتدخلة في كل هذه الدول، وبالتالي الموضوع كله هو حرب على الربيع العربي، على الثورات العربية، وليس لها علاقة لا بجيش وطني ولا بالقضاء على ميليشيات وما إلى ذلك. هي حرب بالوكالة، أنا أتفق معك. نعم، هي حرب بالوكالة، حرب ما بين مشروعين. مشروع يبي يستفيد من ما يسمى بالربيع العربي،
لأن الأمنيات شكل سيدي الفاضل والواقع شكل آخر. والحديث ليس لي من يناصرنا في توجهاتنا السياسية أو تطلعاتنا وأمانينا بقدر ما نحن سلمناه لشعوبنا العربية أو الإسلامية بالمنطقة من المحيط إلى الخليج. سميناه ربيع عربي، فخرج علينا صيفا حارا أكل الأخضر واليابس، الأخضر واليابس للمواطنين للدول، وبالتالي تقاتلنا، هلل لنا الغرب وهللت لنا المؤسسات العالمية إننا وكأننا نزيح دكتاتوريات ونحضر ديمقراطية، وإذا بينا نحضر ميليشيات وفوضى لم تنتهي، وكأنه تفاعل انشطاري نووي لا ينتهي لا يصمت. نصر على إلقاء اللوم على الماضي وربما حتى على المستقبل، ولا نجلس يريد ولا نجلس ليبيا من هذه الميليشيات، ولا نجلس على كراسي عقولنا كيف ما يقولوا بالليبي على ونستطيع أن نجد حل يحفظ ماء الجميع وينقذ هؤلاء الأولاد وهؤلاء الشباب. فيش انتصار عسكري بالمطلق، ولكن الناس تبحث عن أمن وأمان لم تحققه المجموعات المسلحة مسيطرة على العاصمة طرابلس والليبيا طيلة 8 سنوات. وحققه حفتر؟ نعم حققه في المنطقة الشرقية، وليذهب من يريد للمنطقة الشرقية. نعم هناك بعض الاختراقات في منذ يومين الشرقية. كان هناك صحفي أمريكي ذهب إلى بنغازي ووصف الوضع بأبشع الصور. على كل حال نعم. سيد بكوش ضيفي من طرابلس، يعني هل تتفق مع من يرون بأن القضية هي حرب على الربيع العربي، وبأنه ليس هدف حفتر في النهاية هو تحقيق الأمن وخوفه على المواطنين في طرابلس، وتحقيق الأمن في طرابلس مثل ما حققه في بنغازي كما يدعون، وإنما هي حرب على الشعوب، على الشعب الليبي وعلى الشعوب العربية جميعا؟ يعني ضيفك الكريم الذي قال بأن هناك أمن أو حتى أمن نسبي في بنغازي، مع هو موجود في بريطانيا، وأعتقد أن عليه أن يتواصل مع مجموعة الصراعات الناشطة في العالم Active Conflict Database اللي في موجودة في جامعة ساسكس، ويدخل هناك ويرى بأن عدد القتلى في المنطقة الشرقية منذ إعلان حفتر للتحرير ضعفي عدد القتلى في المنطقة الغربية والجنوبية إلى أن قام حفتر بهجومه على طرابلس. ما هو موجود، وكما ذكرت لضيفك عن تقرير نيويورك تايمز حول الدولة البوليسية التي في بنغازي، وصور حفتر تملأ الشوارع وما إلى ذلك والقبضة الأمنية، هذا كله واضح يجب أن يكون محل نقاش. يعني ثانيا الحرب في ليبيا الآن هي حرب أهلية بالتعريف الكلاسيكي، وهو أن طرفين محليين وعدد القتلى أكثر من 1000، فهي حرب أهلية. هذه الحرب الأهلية لو ترك الليبيون بدون أي تدخلات أجنبية بجميع أشكالها لما كان للليبيين القدرة على الاستمرار في هذه الحرب على مدى 9 سنوات. ولهذا نجد أن الآن الحرب مستمرة، لأن الداخلة والسعودية والمصر وفرنسا والإمارات وما إلى ذلك، هذا كله ما يعزز الحرب. أما بخصوص أن الربيع العربي، شوف الشعب في المنطقة، الشعوب في المنطقة دخلت إلى منعرج جديد ولن ترجع، لأن النظم القديمة المتهالكة الشمولية، نظام معمر القذافي والنظام زين العابدين بن علي ومبارك وبشار وعلي عبد الله صالح، لم تعد تخدم هذه الشعوب ولم تعد مناسبة لهذا العصر. يعني لاحظ أنت نظام القذافي الذي ضيفك يشير له بالبنان لم يخلق أي شخصيات قيادية. أين هم الزعماء السياسيين من نظام القذافي؟ كان هناك نظام مبني ومفصل على شخص واحد، وبسقوطه انتهى النظام.
هذا هو الواقع. ولذلك يجب أن نشير أيضا إلى أن في ليبيا لم تكن هناك أي حياة سياسية على الإطلاق. هناك القائد ونظريته الجماهيرية وتفعيل إرشادات القائد فقط، وليس هناك شيء آخر. ولهذا نعاني الآن. نعاني من عدم وجود مؤسسات دولة. يعني نعطي مثال، دولة نفطية بعد 42 سنة من حكم القذافي ليس لدينا بريد الذي كان الأمريكان ينقلونه من مدينة إلى مدينة على الخيل في 1800. ليس لدينا بريد في بلد نفط يا أخي. طيب ابقى معي لو سمحت سيد بكوش، نواصل مشاهدينا في هذا الحوار، ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من المشهد، والتي نتحدث فيها حول ليبيا ومقاطعة مجلس الدولة لمباحثات جنيف وتحذير الحكومة من لداعمي حفتر. سيد عاشور الشامس، يعني ليبيا توصف بأنها باتت غابة من السلاح اليوم، إلى أي مدى هذا السلاح بات خارج عن السيطرة، خاصة بوجود هذا التسليح الكثيف والضخم الذي يصل لميليشيا حفتر؟ إلى أي مدى بات هذا السلاح خارج السيطرة؟ طبعا السلاح خارج السيطرة منذ سنوات، يعني مش جديد. بدأ من أول ما بدأت عملية الثورة نفسها وعملية القضاء على القذافي، واللي ملأ الساحة بالسلاح هو القذافي، لأنه أطلق الخزائن وفتح السجون وفتح المخازن السلاح وكذا، فأصبح السلاح في متداول الجميع. فيه من استطاع أن يستفيد منه وفيه من لم يستطع. فالمهم الآن صارت العملية أكبر مما كانت عليه من قبل، وإن كانت منظمة إلى درجة ما في المنطقة الغربية، أما في المنطقة الشرقية فهي يعني مفتوحة. صحيح حفتر عنده مصادره، ولكن أيضا فيه مجموعات أخرى لها مصادر السلاح ومصادر التمويل وإخليه. فهذا طبعا أمر خطير جدا بالنسبة لليبيا، وهذا هو ما يسعى له الناس اللي ينادوا بوقف إطلاق النار. الناس الذين ينادون بوقف إطلاق النار همهم الأصلي هو التحكم في السلاح ومحاولة توجيه هذا السلاح إلى مجالاته الطبيعية، وليس يعني مفتوح بهذا الشكل. ومن الذي يحارب وقف إطلاق النار ومن يرفض وقف إطلاق النار؟ هو حفتر وجماعته. أما الجماعة في المنطقة الغربية ناس يعني اعتدي عليهم فهم يردون الاعتداء. دكتور مغنية، رئيس الحكومة الليبية اتهم حفتر بأنه مجرم حرب ودعا إلى محاسبته ومحاسبة الدول الداعمة له. السؤال، لماذا لا يتم دوليا محاسبة حفتر، مع أنه أهم قائد لديه وهو الورفلي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وحفتر يرفض تسليمه؟ لماذا لا يحاسب حفتر وهو يعني أولا يخرق الهدنة، ثانيا يخرق قرارات مجلس الأمن بتلقي الدعم من دول معينة، دعم بالسلاح والمال؟ هو حفتر طرف في المسألة السياسية. كلام سيد رئيس حكومة الوفاق لا يخذ بالكامل بشكل جدي،
من قبل المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي والدول النافذة التي لها مصالح مباشرة مع ليبيا تعرف حقيقة من هم العناصر المؤثرة في المشهد الليبي ومن هم الحكام الفعليين. زيارة السفير الأمريكي إلى مرتفعات الرجم المشير خليفة حفتر في مقر إقامته، ولم يستطيع أن يزور السيد فايز السراج داخل العاصمة طرابلس، تعطيك من هو الأكثر أماناً وأكثر ثقة بأن تزوره الوفود، والآخر الذي هو يتكفل بزيارة الوفود في العاصمة البديلة لطرابلس وهي تونس، أو في مقر إقامته في إسطنبول عندما استقبل السفير الأمريكي لدولة تركيا هناك. هذا الكلام كله في مجملة التقارير تعرف أن المجموعات الموجودة المسلحة ليست على وفاق داخل طرابلس وتعاني من مشكلة الوفاق، تمتلك بعض الصفات الشرعية من وزارة الداخلية. لا، هو السبب نتيجة قصف حفتر، لذلك السفير. ليست قصف حفتر سيدي الفضل، أنا لا أريد أن أدخل في تصريح الأخير، ولكن أدعوك وأدعو مشاهديك الكرام لمتابعة موجود بالكامل تصريح وزير الخارجية وزير داخلية السيد فايز السراج سيد باشاغا، الذي ربما أنا بشكل شخصي سياسيا أختلف معه بدرجة 180 درجة، ولكن كلامه قال فيه كثير من الحقيقة. هذا الأمر يؤدي إلى شيء واحد، يؤدي إلى أن المجتمع الدولي لا يثق في كل الأطراف، وبالتالي الملف اليوم في يد من؟ الملف السياسي وليس العسكري، لأن العسكري مرهون بالأرض، وربما الأطراف هذه تتقدم وربما الجيش يتراجع. الموضوع مسؤول له علاقة بالقادة الميدانيين والعمليات العملياتية الموجودة على الأرض، لكن المسار السياسي بيد السيد غسان سلامة، دكتور غسان سلامة، ويحاول أنه هو عمل مجموعة 5+5 وبين جذب وشد، ربما تلتقي مرة أخرى ربما لا تلتقي. والآن نحن قبل يومين أو ثلاثة من اجتماع جنيف، ورأينا قائمة خرجت من مجلس النواب في طبرق، رأينا قائمة أيضا من شخصيات ليبية أخرى تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، لا ندري مدى جديتها، ولكن معظمها عناصر منفردة أو مستقلة يتم تجميعها من مختلف الأطراف التي لا تمتلك سلاح. هناك أحزاب أخرى وتكتلات أخرى مختلفة مع بعضها وتريد حل لليبيا، ولكن ليس طرفا في هذه المعركة. لديك أمر آخر طبعا، عندما تتكلم على الجيش الليبي في المنطقة الشرقية، الجيش الليبي ما هوش خليفة حفتر، يعني مصر الناس هو صح قائد عام لهذا الجيش، حتى وإن سماه السيد السراج أنه ميليشيا وأنه مجرم حرب وغيره وغيره، لكن أيضا حتى الأطراف الأخرى تحتوي مجموعة من القادة الميليشياويين اللي مشهود لهم، لديهم حرقوا المطار، دمروا تورغة، عملوا كثير من الجرائم معروف على مدى تم السنوات. طيب، وقادتها معروفين، أحدهم حتى هو لديه اسم موجود. طيب، سيد بكوش ضيفي من طرابلس، يعني من المسؤول عن هذه الضبابية في الشرعية إذا صح التعبير؟ يعني حكومة الوفاق الليبية معترف بها دوليا على أنها هي الحكومة الشرعية، في حين أنه هناك تواصل بشكل رسمي مع حفتر ويزار في المنطقة الشرقية، وحتى يذهب هو في زيارات خارجية ويستقبل كزعيم، ثم يقال بأنه يجب أن يحل الطرفين هذه المشكلة ويتباحثان. هل البعثة الأممية هي المسؤولة أم المواقف الدولية هي المسؤولة عن ذلك؟ كل ذلك صحيح، بالإضافة إلى ما يقوم به ضيفك السيد مهنية، الذي كان على فكرة في التسعينات عندما كان يؤيد القائد الأممي المفكر معمر القذافي، ضيفك الكريم كان يطلق علي وعلى السيد الشامس وخليفة حفتر صفة الكلاب الضالة والخونة. لا 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 لا, لا هذا أمر لا أسمح به أنا أبدا، لا أكون كذلك، وليس لدي أي واجد بالمشهد السياسي. هذا اتهام على الهواء أستاذ صلاح، أنا أحترمك. سيد بكوش، هل لديك أدلة على ذلك؟ لك بهذا الاتهام على هذا الأمر، حاشا وكلا
على أطلق على الناس المختلفين معي سياسيا هذه الألفاظ وأنا طيب. لا وإيدي طيب على سأعود إليك ولما كنت دكتور مغنية سأعود إليك سيد مكوش هل لديك أدلة على ما تفضلت به؟ لندخل أنا لو عندي فرصة الآن حدخل لك على اليوتيوب وادخل لك على تفضل مش نعم. اليوم حتى بكرة تفضل في يوم طيب تفضل. تمام تفضل أكمل جماعة اللي معروف الجاتورية والتصفية الجسدية في الخارج وما إلى ذلك الجميع يشكو بذلك نعم يعني معروفين لكنني نعم. لم أكن طيب دعوا يكمل لا لا سأعود إليك يعني ستأخذ وقتك تفضل سيد بكوش أيوة ما. فلم يعارض أحد في جماهيرية القذافي توصيف جميع المعارضين بالخونة والكلاب الضالة والجميع أيد السياسة التي أطلقها معمر القذافي عالميا للتصفية الجسدية للخونة في الخارج والمشانق في الداخل وما إلى ذلك لم يعارض ضيفك هذا والآن يؤيدون خليفة حفتر ربما هذا على منوال ما حدث في ألمانيا الغربية عندما تحالف الشيوعيون مع هتلر لتصفية الاشتراكيين ظنا منهم أنهم بعد ذلك سوف يأكلون هتلر يتعشون بهتلر هتلر تغدى بهم ولكن هذا موضوع آخر ما يحدث الآن هو أن الجميع يعتقد بأن المجتمع الدولي لم تعد له إرادة يستطيع بها أن يتعامل مع الفوضى وخاصة أن لدينا فرنسا وروسيا تدعمان طرف حفتر هناك الإمارات والسعودية ومصر والأردن أيضا في هذا المجال وهي دعمت الجناح العسكري في السودان وحاولت أن تدعم جناح بوتفليقة في الجزائر وفشلت في كلا الحالتين وترون ما الذي تقوم به الآن في اليمن وتخلت عن سوريا بالكامل هذا 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 الوضع وهذه الضبابية تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية للجميع فيما يخص ليبيا الآن ليبيا داخل حرب وأعتقد أن هذه الحرب ستستمر وربما سنشهد معارك أكبر في الأسابيع أو الأيام القادمة وإلى أن يتغير المجتمع الدولي ويضغط على حفتر ويغير من سياسة الجزرة إلى سياسة العصا وهذا مستبعد أو أن حفتر يمنى بهزيمة عسكرية كبيرة وبالتالي يصل إلى قناعة بأن الحلول العسكرية غير ممكنة ومن ثم يجلس إلى طاولة المفاوضات بدون ذلك لا أعتقد أننا سوف نتحرك في أي اتجاه إيجابي طيب سأعود إليك سيد بكوش سيد عاشور شامس يعني يتهم حفتر من قبل حكومة الوفاق بأنه استدعى القوات الأجنبية استدعى الروس وميليشيات ومرتزقة من كل جانب ولكن بالمقابل وزير الداخلية دعا الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا أليس هذا استدعاء للأجنبي لاحتلال البلاد أيضا؟ الجزء الأول من كلامك صحيح 100% يعني خليفة حفتر هو السبب الأول والأخير في كل المشاكل التي تعيشها ليبيا كلها مش بس منطقة الغربية أما بالنسبة لدعوة وزير خارجية أمريكا لتأسيس قاعدة أولا أقول أن تأسيس القاعدة ليس أمر سهل يأخذ سنوات يعني حتى تؤسس وأنت الآن تحتاج إلى معونة آنية يعني حتى تواجه الخطر المحق بيك بعدين يعني أنا في رأيي أن أقل شيء تحتاجه ليبيا الآن مزيد من التسليح ومزيد من الجوانب اللي تأخذ مواقف معينة وتساهم في عملية الحرب ولا تساهم في عملية السلم يعني مثلا الموقف التركي موقف ممتاز لأن تركيا عملت مذكرتين وقعتهم مع ليبيا علنا أمام العالم كله اعترف بهم مجلس الأمن كل المنظمات الدولية اعترفت بهم وبتقول أن هي تساعد ليبيا لتساعد حكومة الاتفاق على أساس أنها تصد العدوان الحفتري يعني
هذه القوة ليست قوة حرب وإنما هي قوة سلام. وإلى الآن تركيا لم تساهم مساهمة حقيقية في القتال يعني كما يدعي البعض. فإذا الموقف الآن نريد يعني تقليل من السلاح مش زيادة في السلاح في موقف ربما هذا يعني كلام من باب الدعاية حرب الدعاية ما بين حفتر وكذا. وربما يأتي حفتر ويقول والله احنا ايضا سنطلب من روسيا ان تقيم قاعدة في الشرق. الى اين النهاية يعني كيف نستطيع ان نحن ننتهي الى نقطة طيب معينة؟ دكتور مغنية، يعني تعنت حفتر واستقدامه لقوات من كل حدب وصوب، أليس مسؤولا بالتالي حفتر عن عما وصلت إليه دفع الحكومة الليبية اليوم إلى طلب إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الغرب الليبي؟ هو اسمع لي قبل أن أدخل في إجابة على سؤالك ردا على الدكتور صلاح البكوش، أنا أحترم اختلاف السياسي معي قد يصل إلى 100% تناولنا للشان الليبي، لكن في إطار الديمقراطية والحرية. عندما يتهمني هذا الاتهام وأنني كنت أدعو هو ولا دكتور الأستاذ عاشور السامس، أنا أذكر أنني التقيت أنا الأستاذ عاشور السامس في شهر 7 في 2011 معلقين في استديوهات البي بي سي، كنا ضيوف نعلق على حادثة اغتيال عبد الفتاح يونس في بنغازي، وجلسنا بقى خارج الاستديو وتناقشنا في الموضوع بكل روح وبكل ود وبكل احترام على ما ستقول له البلاد. وأنا عندما ألتقيه أو ألتقي أنا أو أي من الأشخاص الذين لا يتفقون معي ب 180 درجة بكل ود واحترام، لم أدعوهم يوما بكلاب الضالة، لم أكن يوما في هذه التنظيمات أو التنظيمات الثورجية أو غيرها من هذه الأشياء. هذه طبعا للأسف الشديد أنا أعتبرها حجة يعني لكي تستطيع أن تحرج خصمك السياسي أن تضعه في قفص الاتهام. هذه ليست وسيلة نبيلة للنقاش، وأدعو الأخ صلاح للاعتذار على كل حال. اليوتيوب موجود، من أراد أن يبحث فليبحث فليبحث يتفضل موجود. نعم. وأنا موجود على هدفنا الأساسي هو أن تجد البلد السلام، المواطنين يجدون السلام، ليس أن يكون حزبي أو توجهي السياسي هو الذي في السلطة أو غيرها. كل الأطراف التي تتمترست خلف السلاح وغطت كل الأكاذيب هي التي خسرت، وهي التي تخسر المواطن، والمواطن قوته في صوت الانتخابي. الحكومات التي تبحث عن محاصصة، الأطراف السياسية التي تبحث عن محاصصة، معنى ذلك أنها خجولة وليست شجاعة أن تذهب إلى صندوق الانتخابات بعد ما يكون فيه دستور. والبلد قلنا أنه كان بدون دستور، البلد بحاجة لدستور، بحاجة إلى فترة انتقالية، بحاجة إلى جبر الضرر، بحاجة إلى مصالحة. ليس كل الناس شياطين، لكن ليس كل المتغولين ملائكة. وهذا الأمر أسقط المنطقة بالكامل في هذه الفوضى، وسيستمر مثل ما قلت لك، مثل التفاعل الانشطاري لن يقف، ونحتاج إلى شخصيات قوية. أما سؤالك بخصوص التدخلات الأجنبية، أولا دعوة الأمريكان لإقامة قاعدة لا ينم إلا عن غياب الفرص أمام حكومة الوفاق، وبالتالي مباشرة من اتفاقها مع تركيا وتواجد العسكري التركي في طرابلس إلى طلب أمريكا بأن تقيم قاعدة في ليبيا. وهذا الأمر يدل على تخبط وعدم اتفاق. نعم. وهذا هو اللي موجود اليوم في طرابلس. شكرا لك دكتور عبد العزيز مغنية الكاتب والأكاديمي الليبي على حضورك معنا، كما أشكر السيد عاشور الشامس الكاتب والباحث الليبي، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف كان معنا من طرابلس سيد صلاح الدين بكوش المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بخير.